السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نجم، يعني لعاب نجم منتخب التونسي يرشح يعني البلد للفوز بكأس إفريقيا بين الجزائر والمغرب. يعني طرحوا عليه سؤال، قالوا له الجزائر والمغرب، هو اختار الجزائر. يعني بسبب لماذا طايدير خو، هذا خو طايدير، يعني وين طايدير خو لعب مع الجزائر، مو جزائرية، هو الأب تاعهم تونسي. أنا ما نسأل، أنا كون جا لعب معنا، كلو كان جاو عندنا حنايا ناس عدو كانوا، يعني كون زادو كملوا، كون جاو كيما رشيد غازل، عبد القادر غازل، جاو يلبونا بالجزائر. الجزائر مكانش منا ولا مليا. هذه هي وين رشح النجم الدولي التونسي نبيل طايدير المنتخب الجزائري للتتويج بكأس أمم إفريقيا والتي ستقام في الكوت ديفوار العام المقبل. كما رجح طايدير منتخب بنادي التونس للمنافسة بقوة من أجل ضف بلقب البطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي ستستضيفها كوت ديفوار. هنا راك تهدر من جانب القلب ولا من جانب الرياضي ولا من جانب العاطفة ولا من جانب من ولا من جانب من. هيا سبحان الله، أو توما الجانب اللي كنت تهدروا عليه وينه؟ الجانب اللي كنت تهدروا عليه وينه؟ تحضروا الجانب هذا ما تحمدوش منه. ياه حاولوا ما هذا الجانب اللي ما انت ترشح في الجزائر وتبغي تونس تديها، انت ترشح في الجزائر وبغي تونس تديها، ترشح الجزائر وبغي تونس تديها. هاي روي رشح النجم المنتخب النجم الدولي التونسي نبيل طايدير منتخب الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا والتي ستقام في الكوت ديفوار العام المقبل رشح. كما رشح كما يتمنى المنتخب بلاده طايدير يعني التونسي من أجل الفوز بهذا الكأس. يعني راك تشوف أي شوف، هو ولدي هذا الصغير، هذا هو المازوسي عمر مازوزي، هذا هو المازوزي. قولوا ما شاء الله، مناصر تاع منتخب وطني جزائري طالع، مناصر تاع منتخب وطني جزائري. هذه تعقلوا لها، هذه معقلين عليها، هذه 2014 في الستاد، هذه في الستاد 2014، هذه 2014 2014 قولوا بيوسف، قولوا بيوسف 2014 ادي يوسف ما حدخل. المهم نعاودو نقولو وين هذا التونسي وين رشح الجزائر وتمنى الفوز المنتخب بلادي. كما يعني ويرى نبيل طايدير ان لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لن يفلت من منتخبات شمال إفريقيا. هذه مليحة ان شاء الله بربي، انا ماذا بيا غي من الدور كما كانت دايره السنغال، ما كانش تاكلها معاهم، كان دايره نيجيريا كوت ديفوار كاميرون وغانا، كان دور بيناتهم، كان دور بيناتهم. غانا كوت ديفوار ما كانش دور، كوت ديفوار ما كانش تاكلها، كوت ديفوار ما كانش تاكلها، كان دور بين، كان دور بين نيجيريا غانا والكاميرون بيناتهم. انا نقول لكم ويرى وين كما رجح طايدير منتخب بلاده صحا، وين يرى نبيل طايدير ان اللقب بطوله كاس امم افريقيا لن يفلت من منتخبات شمال افريقيا على غرار ما حصل في النسخه عام 2019 عندما توج المنتخب الجزائري بالبطوله.
وأوضح طايدير في تصريحات لموقع المتخصص في الرياضة أن لقب البطولة سيختصر بين 4 منتخبات وهي تونس والمغرب الجزائر بالإضافة إلى البلد الذي توج بآخر نسخة وهو السنغال. فهذه المنتخبات تملك العديد من اللاعبين رائعين في كل خطوط ولديها خبرة كبيرة في البطولة القارية خاصة المغرب مع المدرب وليد الركراكي. أعتقد أنه المنتخب الأقرب للتتويج باللقب بعد 9 أشهر من الآن. للإشارة وين اختار نبيل طايدير اللاعب المنتخب لتونس يعني عكس شقيقه السفير طايدير الذي لعب للمنتخب الجزائري بسبب جنسية والدته، وبخصوص اختياره تونس على حساب الجزائر قال نبيل طايدير: بالطبع لم أندم على اختيار اللعب مع تونس، كذلك ذلك قراري من البداية. الدفاع عن ألوان تونس شرف عظيم، ولا عاد بي الزمن إلى 15 سنة إلى الوراء كنت سأختار مرة أخرى اللعب مع تونس. يعني حنا برو حنا انت كنت تلعب مع تولوز وقيلة حنا تصافير خوك ديناه مي راح لانتير جبناه من لانتير هذه هي ماشي نتايا. الى الوراء كنت ساختار مره اخرى اللعب مع تونس. واضاف الشقيق سفير وين اختار الجزائر وانا احترمت يعني قراري بطبيعه الحال، هي مساله شخصيه وتخضع لعده ظروف، وعموما نحن نعتبر تونس والجزائر بلد واحد، والذي يعني والدي تونسي ووالدتي جزائريه. يا خويا احنا مرحبا بكم، احنا اصلا احنا انت كنت تلعب وقيلا في تونس، وقيلا انت كنت تلعب في تونس من وقت لعبت مع تونس وطردوك وجابوها موراك وانتقدوك مي ما بغيتش تلعب مي ما غنيتش النشيد تاعهم. هذه هي انت جابوها موراك بما غنيتش الناشي تاعهم برك، قيلا كيما قال جابوها موراك. يعني نقولوا بلي اليوم هما لازم لهم لازم بدي الله صاحبي. انا راني هدرت واه كثر خيرك خويا، راني هدرت عليها تاع التكييف، قلت لهم بلي الفيفا مي قلت لكم بلي الفيفا راهي رسلت هنا للفار، وقلت لهم لازم، وعطاتهم اخر كلام راهم داروا اجتمعوا معاهم عطاهم كاع اش تيديروا. هذه التاليه تاعكم انا نقولكم شو بير بنيطو سجل هدف، واه بنيطو مسكين على بالنا وبنيطو سجل غادي يعاود يرد هذا تشك هذا حميش وما دارهش انت زعاقه انتوما يا دي مشي سهلة مشي سهلة. واه يحوسوا يدوه واه ما راكش غلط يحوسوا يدوه واه بالناصر تحوس أرسنال تحوس ترده واه غلط. أنا نقولها لك صاحبي والله ما غلط، وأنا في هذه مانيش غلط، أنا ما قلت لك مانيش غلط في هذه، يا نورمال عادي نقولها لك يحوسوا يدوه. سمير ناصري هاجم، سمير ناصري هاجم الله يسهل علي هاجم لي هاجم بدي دي دي شلون لعبوا عندي لعب معاه ولا ما لعبش معاه. يعني نورمال لا البوغر ما عاديش نورمال عادي واللعاب تاعهم ويحوسوا يدوه وعندهم الحق، ياه هو عندهم الحق يحوسوا يدوه، مازال حاقدين عليه باش يدوه، مازال فريق تاع أرسنال يعني وعلاش ما يلعبش؟ يلعب نورمال يلعب في النادي تاع أرسنال عادي كو يبغي يلعب. هو أصلا وين كيسموه بن ناصر، الناصر على بالك والله لا دخل لي استوار، دخل لي استوار تاع ميلو، كيفاش تاير على استوار تاع ميلو تدخل لي استوار تاع ميلو على بالك مي تجي داخل مي تشوف الاستاد وتشوف تشوف تحس بلي حاجه كبيره، حاجه كبيره داخلها على بالك بها. انا نقول لكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتو صابتكم.